ومعنا مشاهدينا الكرام عبر الانترنت من اسطنبول سيد تيسير سليمان محلل سياسي الفلسطيني. مرحبا بك يا سيد تيسير. اذا قرار منظمه التحرير الفلسطينيه فك الارتباط مع الاحتلال الصهيوني، ما تداعيات هذا القرار؟ بالبدايه تحيه لكم والجمهور الكريم اخي الكريم. حقيقه يعني ربما قبل ان نتطرق الى فكرة فك الارتباط مع الاحتلال الإسرائيلي وتعليق الاعتراف به، علينا دائما أن نذكر أن الاعتراف بالاحتلال كان خطيئة قامت به منظمة التحرير، والآن محاولة استلحاق الوضع هو اعتباره جزء من محاولة التصحيح الذي كان المفروض أن يكون من سنوات. حقيقة منظمة التحرير أخطأت عندما اعتقدت أن الاحتلال سوف يمنحها دولة أو دويلة أو حتى حكم ذاتي، ولسنوات زادت عن 25 عام لم يمنحها. أعتقد أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بمأزق وجودي إنجاز التعبير، هي تبحث عن مكان لتبقى به، حيث أن كما يتداعى من معلومات عن صفقة القرن أن الحل الذي تطرحه الولايات المتحدة هي مع الأطراف مع الأطراف العربية والإسلامية وليس مع السلطة كجزء رئيسي. إذن ما تأثير هذا القرار على المستويين داخلي ودولي للقضية في ظل اعتقالات في الداخل وتأكيدات أمريكية لإنفاذ وإتمام صفقة القرن؟ أنا باعتقادي على مستوى التداعيات أن الاحتلال الإسرائيلي سوف يكون له ردة فعل على هذا الموضوع إذا كان. الموضوع الآخر دوليا، أنت تعرف أن نسبة كبيرة من الأموال التي تدفع للأجهزة الأمنية الفلسطينية لتحارب بها المقاومة الفلسطينية تأتي من الدول الداعمة وخاصة الأوروبية والأمريكية. أنا اعتقادي الشخصي أن الموضوع ليس سهلا، لكن هو بالخطوة الصحيحة بالاتجاه الصحيح. الاعتراف بالإسرائيلي كان خطيئة وتصويبه هو الواجب الوطني الذي يجب أن تقوم به. أما ما تقوم به الاحتلال من اعتقالات بالضفة الغربية، نحن تكلمنا على هذا قبل فترة وربما أكثر من عام، أن هناك تهيئ لأرض في الضفة الغربية أن يكون هناك نسبة عالية من المعتقلين في السجون حتى لا يكون هناك حراك ضد أي مشروع ممكن أن يكون خلال الأشهر القادمة. مركزية فتح دعت إلى آلية جديدة لعمليات السلام، هل يمكن إيجاد بدائل عن أمريكا أو رباعية دولية روسيا الاتحاد الأوروبي وأمريكا في ظل انخفاض والأمم المتحدة طبعا في ظل انخفاض الدعم العربي لهذه القضية؟ صحيح. حقيقة أخي ليس فقط الدعم العربي انخفض، وإنما انخفض أيضا الموقف العربي الرسمي، انخفض إلى مستوى أنه ربما كما قال أحد الصحفيين الأمريكيين، قالوا لنا أعطونا ما نريد وخذوا ما تريد، وكانوا يقصدون بها ذلك القدس وفلسطين. حقيقة أخي على المستوى المنظومة الدولية أو منظومة التي كانت تدعم المفاوضات بين الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، وإن كنت كطرف فلسطيني أو كمواطن فلسطيني أعارض مبدأ التفاوض على أراضي فلسطينية، إلا أن السلطة الفلسطينية أخطأت خطأها الاستراتيجي، وخطأها الاستراتيجي كان في بدايات المفاوضات أنها استبعدت الأطراف الدولية مثل روسيا والصين وربما بعض الدول الأوروبية، واعتمدت اعتماد كامل باعتقاد رئاسة السلطة بحينه أبو عمار و أبو مازن أن الولايات المتحدة هي التي تحل وتربط. وأعتقد أنه كان يجب أن يكون للمنظومة الدولية وللدول الكبرى والدول أصحاب حق الفيتو كلمة خلال السنوات الماضية، وهذا ما أخطأت به السلطة من ناحية استبعادها لأجسام أخرى غير الولايات المتحدة. إلى أي مدى يمكن أن يفتح قرار فك الارتباط مع الاحتلال الباب أمام تسريع المصالحة الفلسطينية؟ والله حقيقة أخي المصالحة الفلسطينية الآن أصبحت واضحة لكل مواطن فلسطيني، أن هناك طرف فلسطيني قدم كل شيء وهو منتخب من الشعب الفلسطيني، ونحن نقصد هنا المقاومة وحركة حماس، وهناك طرف فلسطيني لم ينتخبه الشعب ولم يفوضه الشعب، وهو يمتلك مقومات الأمور المالية والضرائب والاعترافات الدولية، يقوم بتفريغ والضغط على المقاومة في قطاع غزة أو الضفة الغربية. حقيقة قرار الذي إذا قامت به منظمة التحرير بتعليق الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي أو بإعادة النظر بكل اتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي هو نقطة أقرب إلى الالتحام الفلسطيني وزيادة فرص أن يكون هناك مواجهة أقوى للاحتلال. وأعتقد أن السلطة خلال سنوات طويلة فهمت أن دورها أصبح وظيفي، دورها أصبح أمني، دورها أصبح معلوماتي للاحتلال. سيد تيسير سليمان من اسطنبول المحلل السياسي الفلسطيني، شكرا جزيلا لك.